الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا النفوس زوجت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت هذه مطلوب منا حفظ غيب. حاولت كما ما رجعت. لازمك تحفظي. اللي بعدها. المرة الجاية لازم تحفظي من الاثنين. مطلوب منك الاثنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار نطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت علمت نفس حتى لو في موصولة فيها أمس علمت نفس ما أحضرت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون تذهبون مع الصوت هذا خرف الرخو تذهبون ذكر للعالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت عطلت مش فيها طاطا عطلت بس التاء فيها همس غير عطلت وإذا لا حد يحكي وإذا العشار عطلت
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت الهمس مش حرف قدس قتلت قتلت أت الهواء المحبوس خلف المخرج يخرج بعدين أت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء مشطت وإذا الجحيم سعرت سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول رسول كريم ذي قوة عند ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون شو الحكم ما صاحبكم بمجنون؟ هي الله قلبي وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ماذا؟ أول حصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الجحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن لمن
نشاء منكم أن يستقيم. أن يستقيم. لا ادغام بغنة. أن يستقيم جزء من الخيشوم وجزء من الفم، نص بنص. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. غيبا اقرأي، غيبا اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تلاها
تتنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين قرأت كلكم الآن نقرأ عبس موين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره أماته فأقبره ثم
إذا شاء أنشر إذا شاء أنشر ثم إذا شاء أنشر ثم إذا شاء أنشر ثم إذا شاء أنشر شو بكم قد أصير شيء ها شيء يعني خليكم معي إذا شاء أنشر شاء أنشر الاثنين موجودين وضمع على القصر المنفصل إذا كنا نقرأ بقصر المنفصل في العادي مثلا ما أكفر ثم جينا عند هاي إذا ثم إذا شاء أنشر إذا شاء أنشر الاثنين موجودين أما إذا كنا نقول ما أكفر ونقرأ بتوسط المنفصل القالون نجي عند شاء نقرأ ثم إذا شاء أنشر قولا واحد والتوسط واضحه واضحه المعلومه ولا نعاود لك اسمعيني تو انا ايش نحكي قالون انا اخي قالون انا شو ركز قالون عنده قصر منفصل وتوسط منفصل ما هي انت تقرب القصر هذا كم مره تقرب بوجه واحد قالون قالون مش بس عنده قصر عنده قصر عنده توسط قالون في المفصل في المد المفصل ايش عنده؟ اثنين وعنده اربعة يعني قصر وتوسط قصر توسط عندك الهمزة المغيرة هذه شو اسمها؟ شاء انشر اسمها همزة مغيرة السلام عليكم أي ساعة؟ تسعة. تسعة إمتى؟ مش واحد. لا بس مش محدد الوقت يعني. لا مش محدد في النهاية يعني. خير إن شاء الله. إن شاء الله. الهمزة المغيرة اللي طبعا تغيير ما أربعة أشياء شو ما التغيير النقل النقل منامنا إيش الحذف أنا أقول الإبدال يؤمنون الحذف والتسهيل الحذف شاء انشر او جاء امرنا والتسهيل هؤلاء ان واضحه فالهمزه المغيره هذه اسمها مغيره ان باحد الاحوال فاذا كانت مغيره بالتسهيل مثل هؤلاء إن إيش فيها؟ فيها أربعة واثنين أربعة واثنين فعلى اثنين في المنفصل يجوا الاثنين وعلى أربعة يجي الأربعة فقط حتى ما يجيب بناء قوي على ضعيف واضحة؟ بالنسبة هذا بالنسبة لأربعة واثنين عند المغير بالتسهيل إذا كان مغير بالحذف إيش فيها؟ مثل جاء أمرنا أو شاء أنشر إيش فيها؟ فيها اثنين وأربعة بالعكس اثنين وأربعة اثنين أولى هنا الأولى الأربعة وهنا اثنين أو مع اثنين ومع الأربعة كذلك الأربعة إيش الفرق بين هاي وهاي؟ الإمام الشاطبي شو قال في الشاطبي قال وإن حرف مد
وإن حرف مد وإن حرف مد هذا حرف المد وهذا حرف المد مشاء قبل همز المغير المغير بالحذف وهو المغير بالتسهيل قبل همز المغير يجوز قصره يعني جائز فيه القصر والمد ما زال على قول الشاطبي انه هاي وهي مثل بعض لكن العلماء تعقبوا بهذا والامام الجزري قالوا في طيبة النشر قال والمد اولى والمد الاولى على نفس كلمة الشاطبي والمد اولى ان تغير السبب اللي هو الهمزه وبقي الاثر يعني اثر الهمزه موجود انه مسهل هنا المد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر هي 4 و2 يعني المد اولى ان تغير والا فاقصر احد والا اذا تغير السبب بذهاب مع ذهاب الهمزه تغير السبب وبقي هنا بقي الاثر هنا لم يبقى الاثر والا يعني اذا لم يبقى الاثر الهمزه فاقصر احد يعني 2 قبل الاربعه واضحه؟ نعم واضحه نعم هذا المد اولى يعني الوجه المقدم الاربعه ايوه هذا المد اولى يعني مقدم الاربعه بعدين نقرا 2 هلا انا بقول مثلا في المفصل بقول هؤلاء ما هون في عندنا قصر هؤلاء من هون نقول شاء انشر شاء انشر القصر اولى ليش هون انا شابه المنفصل وفي المنفصل قالوا شو عنده 2 و4 2 قبل من الاربعه فهون شابه المنفصل هنا همز مغير لكن المغير بالتسهيل الهمزه باقي اثرها فكانه مد متوسط يعني مد متصل تمام قدناه بالاول على 4 لانه متصل وهمز مغير الثاني جاز القصر فيه ليش لانه همزه مغير لانه حرف المد قبل همز مغير واضحه لما نقرأ بالقصر المنفصل أختي اللي قالت لك إحنا نقرأ بقصر المنفصل إذا قرأت بقصر المنفصل لك الأربعة ولك الست ليش نحصرها بس بالأربعة واثنين عفوا ليش نحصرها بس بالقصر لأن هذه همزة مغير مش مد منفصل شاء أنشر مش مد منفصل هذا اسمه مد قبل همز مغير ماضي مسموش شاء أنشر إذا جاك سؤال مثلا شاء أنشر ما الحكم هنا تقول ليش هذا هذا مد منفصل جاء حرف المد وبعده همزه لا تقولي هذا همز حرف مد قبل همز مغير فجاز فيه القصر وجاز فيه التوسط على القصر اولى نعم القصر اولى القصر اولى طيب وصلنا كلا ثم اذا شاء انشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره عاود كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا
متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب هون قال يوم يفر المرء من أخيه. تفضل تفضل. قال الدنيا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما هي هذا في الفرار، تحدث عن يوم القيامة وأهواله. في الصورة الأخرى بالجزء الآخر، يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ أو يومئذ ببنيه. قدم البني وفصيلته التي ما ذكر الأم والأب. ليش؟ هو يفتدي لو يجد افتداء، يعني يفتدي بأمه وأبوه. كيجي يوم القيامة يقول له بحطوك في جهنم، ولا تفتدي بأمه وأبوه. يفتدي بأمه وأبوه مش في الدنيا مخلصة. لكن ليش ربي سبحانه وتعالى ما ذكرهوش؟ هنا يذكر على يوم يفر الإنسان من هول الأيام، لكن هناك بالافتداء ربي سبحانه وتعالى تأدبا مع احتراما لقدر الوالدين ما ذكر الافتداء، أنه يفتدي يوم القيامة به، فتأدبا مع يعني احتراما لقدر الوالدين فما ذكرهم في الافتداء. والله تعالى أعلم. طيب مين تقرأ؟ تفضل يلا اقرأوا. واحد واحد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. حاول ما تميليش له. وتولى لا الألف الألف ما تميليش، ما تقولش تولى وتولى وتولى فتح. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة
تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة و وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن
أو يذكروا. أو يذكروا فتنفعهم. ليش رو؟ في مادة بعدها؟ في مادة بعد الراء؟ في واو؟ طيب كان مادة ديش. أو يذكروا فتنفعهم. مش قول ذكروا. يذكر فتنفعه. أو يذكر فتنفعه. ليش عندي تقول يذكروا فرو رو إذا ما واو بعدها؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى. الذكر القلقلة في الكاف. الذكرى. فتنفعه الذكرى. الذكرى لا تقلقل يا أختي. الذكرى. الذكرى. استغنى كمان الغين حرف القلقلة كتش كتبو جد قطبو جدد دغ نجيبو الكاف والغين يا اخواتنا شبيكم يلا من استغ او هذا جريان صوت او هذه رخاوة في الفرق بين الرخاوة والقلقلة شو الفرق القلقلة تحرك في المخرج والجريان جريان من المخرج فما بعده أو أش أش أس أس أما القلقلة في نفس ما أغا أكا أسا هاتي كيف هذه القلقلة الحروف هذوما ما يلزمش يكون فيهم قلقلة يلزم يكون جريان بس يلا أما من استغنى يزكى يزكى وأما من جاء من جاءك وأما من جاء وأما من جاءك جاءك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى إنها كلا تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة كرام ولا كراما كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه إدغال من أي شيء خلقه شيء خلقه من أي شيء خلقه شو هذا حكم شيء خلقه شيء خلق شيء خلق هذا إخفاء خطأ هذا إخفاء لغير أبو جعفر خطأ لغير أبو جعفر أبو جعفر عنده فيها خطأ شيء خلق بيان النون بعد الخاء اللي بعدها خاء يلا أي شيء خلق ما تضغطش على إن ما تقول شيء إن خلق إن خلق شيء إن خلق إن خلق من أي شيء خلق من نطفة خلق من نطفة خلق لكن يا أختي ما تضغطش على التن عادي ما تضغطش عليها تشنون تضغطي عليها من نطفة خلق انت شو تقولي من نطفه تين خلق هذه تين هذه ما بدناش ما حشناش بها من نطفه تين خلق قولي تين خلق من نطفه خلق من نطفه خلق هكاك من نطفه خلق فقدر
فقدره. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا. الأرض شق، شو هذه؟ الأرض شق، ليش الأرض؟ ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. هذا شو الحكم هذا؟ هذا إخفاء خطأ. من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. غبرة. ترهقها قترة. 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 أولئك هم الكفرة. هم الكفرة الفجرة. الفجرة فججرة. طيب، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بد قدم البنين وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه. هنا في الصورة هذه تقرأ فيها لا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وبنيه. كيفاش الترتيب تغير؟ لاحظت كيفاش؟ ليش هنيك قدم لو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه في الترتيب الثاني، بعدين وصاحبه. هنيك قال يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. هنا بالتلازم لما قال البنين أقرب الناس إلى الأب للوالدين شكون؟ الإنسان أقرب إليه شو؟ الإبن في المحبة، بعدين الصاحبة، بعدين يجي الأخي، بعدين يجي الفصيلة يعني العائلة. طب ما ذكرش من الوالدين، تمام؟ في هنيك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بدأ بالأقرب في القوة. هل الأخ الإنسان أقرب إليه في الحمية في الواحد؟ الأخ، ثم الأم الأب، ثم صاحبه. فالأخ دائما أقرب إليه في شو قال؟ وزير أخي هارون أخي أشدد به. طلب سيدنا موسى سيدنا هارون كأخ له وزير. فالأخ دائما أقرب إلى الإنسان من بقية في القوة والمنعة، يعني أقرب من الأب والأم. الأب والأم غالبا يكون الأخ أقوى منهم أو أقدر من الأب والأم على الوهم. والله تعالى أعلم. طبعا هنا في عندكم في كتب يتحدث البلاغة عن الشيخ سامورائي مثلا أو الشيخ، بعض الكتب هذيك تذكر المعاني هذه، يعني تعطيه يعني فهم تدبر القرآن جيد. طيب اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بعده لما حد مازال ما قراش قلت لي جد بتأخر حافظة. التكوير قراتي حافظة يلا قراي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
العرش مكين. ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ فإن هو إلا ذكر للعالمين. تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق. طيب. هل عند سؤال؟ درس القادم يجوا دفتر معاكم عشان أعطيكم إن شاء الله، أعطيك زمانية إن شاء الله، مخارج الحروف، مخارج الصفات. هل عنده سؤال؟ نحن قليلا مشينا تحت هيك كمان، الله أنتم اليوم تدوخوني. نحن نمشي بالحفظ الفوق العامة حتى ننهي عامة، ومشين تحت براج عامة، وين وصلنا؟ البروج من. طيب يلا نقرا الطارق معناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا.
كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يلا تفضل واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما السرائر. لا لا مش مفخخ عندي. ملقق مش مفخخ. السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سنت بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وين الإدغام؟ من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق.
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالأزل، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعدها هو خلصوا؟ طيب إن شاء الله إلى اللقاء القادم إن شاء الله.